أحب أن أوضح لماذا تقدمت مداخلتي عن مداخلتي الدكتور حسن أولية وخالد الصمد، لأن هذا في حد ذاته ظاهريا عيب، وعيب كبير، لا ليس من أخلاقي أن أتقدم على أساتذتي. السبب إداري، وأنني عندي في الأجندة محاضرة أخرى على الذكاء الاصطناعي في ميدان ديالنا، وطلبت منهم يوخروني شوية حرصا مني على الحضور لهذا الجمع الطيب، وحرصا مني لإلا المتواضع بشهادتي في الفقيد الدكتور مهدي المجرى. أنا أقول أن المغرب لم يخسر في غيابه حسني عنا، طالما أنه ترك فكرا، ترك بصمة، وترك شخصية متميزة عند من يعرفون يقدرون الرجل حق قدره. فالرصيد والموروث حاضر، وأحب أن أضيف أنه حضوري معكم شرف لي. إذا كانت يعني ذاكرته اليوم تتشرف بحضور يعني هامات في الفكر لهم زدي حسن في خليل، أنا الذي أشرف شخصيا بمشاركتي في استرجاع ذكرى الدكتور مهدي المجرى نظرا لما عرفته عن الرجل. ثم إن شهادتي لم تكون في فكره، لأنني كنت قد قرأت كتاباته في حياته وعندما كنت أقابله في عدة فرص، لكني لم أتدارك من بعد بإعادة أو مراجعة الفكر ديالو. فغادي نخلي بطبيعة الحال رجال الفكر بحال الدكتور أوليد وسيدي خليل هما يتعمقوا في الفكر ديالو. أنا بغيت نعطي انطباعي عن الشخص الذي عرفته. وأشار الأستاذ ناجي إلى أنه المؤسسة التي كنت أسيرها حوالي 2006-2007 نالت جائزة التميز في المدينة المجرى، اللي كانت جائزة مجموعة الأماكن، وأنا أشكر أماكن لهذه المبادرة التي يجب أن تستمر، والتي أشرك المؤسسة التي كنت أشرف عنها فيها. وقابلته عدة مرات في مجال التعليم، وشهادتي في الرجل رحمه الله إني أحللها من ثلاث زوايا: الزاوية الأولى الزاوية الثقافية السياسية، الزاوية الثانية الزاوية التربوية، والزاوية الثالثة هي المالية الاقتصادية. من ناحية الثقافية والسياسية طبيعة الحال فكر مهدي المجرى كان له تأثير في المجال الثقافي، بل إنه أساساً أحدث قطيعة وتياراً فكرياً جديداً في هذا المجال، وفي المجال السياسي الذي لا ينفك عن المجال الثقافي. بالنسبة لي الارتباط وثيق بين، ما كنتكلمش على السياسة السياسوية ديال الانتخابات والأحزاب، كنتكلم على التدبير والحكامة ديال الدول، هما مجالان مرتبطان، وفي كليهما كان الدكتور مهدي المجرى قوله ومواقفه فيها. الزاوية الثانية هي زاوية تربوية، رجل كان رجل تربية، رجل تعليم عالي، ورجل يقدر أهمية بناء رأس مال بشري للبلاد ويجعله في مقدمة الرهانات التي على الدول أن تربحها. الزاوية الثالثة هي الزاوية المالية والاقتصادية، لما لهذا الجانب من أهمية وتأثير على المجتمعات، ليس فقط على الصعيد المحلي القطري، لكن خاصة على الصعيد الدولي وعلى صعيد هيمنة المال وهيمنة الرأسمالية المالية الكابيتاليزم الفينانسي في العالم. ولمن يعرفونني لا غرابة أن هذه الثلاث زوايات هي القبعات التي أحملها: التربية والاقتصاد والثقافة والسياسة، وليس لي في غيرها من المجالات الفكرية باع حتى أتحدث فيه. فالدكتور مهدي المنجرى عند حياتي، في حياته وفي من خلال كتابته، كان في رأيي ممثلا أو رمزا للفكر التحرري، ولا أقول التحريري لأنه لم يكن يحرر الناس، بل كان يدعوهم أن يتحرروا أنفسهم من التيار الغالب.
التيار الفكري التيار الاقتصادي الغالب، مما كان يعني يجره إلى نوع من المفاصلة والمقاطعة مع التيار الغالب الذي كان يحيط به في المغرب وخارج المغرب، ولعل المفاصلة كانت أكبر مع الناس الذين كان يعايشهم في المؤسسات الجامعية وفي الهيئات الاجتماعية والسياسية في المغرب، بينما كان مقبولا ويعني مرغوبا في فكره في العالم، حد يذكر السي حضري من مشرق العالم الى مغربه. وفي ذاك الوقت ربما التحليل اللي كان عندي انا الفكر ديالو هو انه فكر معارض، فكر راديكالي. المفاصله كانت فعلا كتشكل واحد النوع الراديكاليه مع التيار الجارح. اللي بغيت نوصل له باختصار شديد هو ان الاحداث ديال ربما ذكر عابرا الربيع العربي، ولكن اكثر من ذلك احداث طوفان الاقصى وما يعيشه العالم باسره، العالم العربي الاسلامي والعالم باسره من خلال مثقفيه، يمكن ربما غير هذا النظر. هذيك النظره اللي في ذاك الوقت، هذه الله 10 سنين ولا 15 عام، ماشي هذه 30 ولا 70 عام، كانت راديكاليه وكانت يعني قطيعه، صبحت اليوم ربما تصدق وتزكي تصور دكتور مهدي المجري للعالم، حيث ان فئه كبيره من مثقفي المغرب ومثقفي العالم العربي ومثقفي العالم الاسلامي، بل الاحرار في العالم كلهم، بفضل ما يحدث حاليا في بقعه صغيره جدا من العالم، كبيره جدا من حيث يعني انعكاساتها على العالم، بهذا السبب اصبح العالم كيتغير. وصبحت تجليات الإمبريالية الاقتصادية والمالية وتجليات الهيمنة الفكرية الغربية على العالم العربي الإسلامي تحديدا وعلى العالم الثالث عموما تظهر صواب ما كان يدعو إليه الدكتور مهدي المجري. والفكر التحرري بدا كيتجلى اليوم، وما يدرينا لعل تلك البذرة التي زرعها نبتت بفضل هذه الأمطار الطوفانية اللي جت على العالم العربي وأحيت الفكر، فكر الناس الأحرار وفكر المفكرين الأحرار في العالم بأسره، بحيث أصبحنا الآن بكل سهولة مجموعة من المفكرين يتبنون فكرا قريبا جدا من فكر الدكتور مهدي المجري، من أنه يجب على العالم العربي والإسلامي ويجب على الأحرار في العالم أن يعني يتحرروا من ربقة الإمبريالية الاقتصادية والثقافية المنمطة العالمية، والتي تمس ليس فقط سيادة الدول بل تمس معاش المواطنين وفكرهم وكينونتهم وارتباطهم بحضارتهم وارتباطهم بهويتهم. هذه التهديدات اللي كانت خفية أصبحت الآن جلية، ولعل هؤلاء المفكرون اليوم يرجعون يعودون ويستعينون ويستنيرون بما كتبه الدكتور المهدي المجري وما كان يعبر عنه بحماس وبراديكالية، وهم في أريحية من أمرهم. أصبحوا اليوم ناس يعني من العالم كله، العالم السياسي والعالم الفكري والعالم الجامعي في أمريكا، أنتم شفتوا انتفاضة الطلبة ما سببها إلا أنهم يرفضون الهيمنة والسيطرة والغطرسة التي تتجلى من خلال الصهيونية العالمية والإمبريالية ديال بعض الدول المعينة على العالم العربي أساسا وبقية العالم، يرغبون وينادون بالتحرر منها. راه ملي كتسمعوا فري 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 فلسطين، راه الخلفية ديالها هي فري ذا وورلد. الناس شعروا بأنه كفى من هذه الهيمنة اللي كتقتل الفوارق الثقافية وكتقتل الهويات وكتقتل لدى الشعوب رغبتهم في الانعتاق، وقد خلقتهم أمهم أحرارا كما قال عمر بن الخطاب، لأنه الدعوات التحريرية كلها أو التحررية كلها جاءت بنفس الرسالة، جاءت برسالة ديال تحرير الإنسان ومن كل ما من كل الطواغيت، والطواغيت هم اللي كيفرضوا عليه فكر منمط
وكيفرضوا عليه طريقة عيش way of life معينة، وكيفرضوا عليه استهلاك معين، وكيفرضوا عليه جامعات معينة ومسار يعني تعلمي وجامعي معين، وكيفرضوا عليه لاحقا تبعية معينة كتجلى ربما في سلوكه وفي سلوك المؤسسات التي يديرها وفي سلوك الدولة التي هو ينتمي إليها. فهذا التحرر من هذه التبعية هو كان كيتكلم عليه. نعود نقولها بنبرة راديكالية يعني ثورية، اليوم ما بقاش ثورية وراديكالية، لعلها المينستريم غادي يبدا يقرب من هذه النظرة التحررية. فهذه قراءتي لما كان عليه الدكتور مهدي المنجر رحمه الله ولما آل إليه العالم من تجليات قد تزكي نظرته الاستشرافية. سيدي عبد الناصر ذكر أنه كان فعلا مؤسس الجمعية المغربية للمستقبليات أو الاستشرافية، وكان كذلك عضو مؤسس الجمعية العالمية للبروسبكتيف. وكنت كنعرف في ذاك الوقت باش كنقول لكم الراديكالية ماشي زعما جات غير من وحي الخيال، كنت كنعيش مع ناس اللي ساهموا معاه في إنشاء الجمعية المغربية للمستقبليات، ومن بعد هما مشاو مع التيار الغالب، صبحوا وزراء وصبحوا ناس رسميين وناس داخلين في المينستريم، وكيقولوا عليه بأنه مع العصر السيد ساس معنا البروسبكتيف ولكن يسي راديكاليزي مشى، يعني ضعنا فيه. فلذلك كنت كنقول في ذاك الوقت في بداية سنة 2000 في التسعينات، التسعينات بالأحرى، كان ربما فكر مفاصل يعني فيه مفاصلة وفيه، لعل الآن السنوات القادمة غادي تزكي الأفكار ديالو ربما تعود تحيها، ولعل جهود الجمعيات مثل الأماكن التي تهتم بفكره قد يتجه لما يمكن أن يستخلص من فكر دكتور مهدي المنجرة مواكبة لما يجري في العالم. أنا صراحة يعني باش نقولوا يعني الإنتاج الفكري ديالي ضئيل جدا بالمقارنة مع سيدي حسن اللي تكلم بزاف عن التطورات السوسيو ثقافية للعالم بعد الأحداث ديال أكتوبر السنة الماضية. ولكن اللي كنفهمه هو أن فعلا هناك تحول ما يحدث في العالم، ولعل من منظريه الأوائل الدكتور مهدي المنجرة، ولعل هذا يكفي، ونسأل الله له الرحمة وأن يجزيه عن الأمة المغربية وعن العالم الحر خير الجزاء لما كان يتبناه من أفكار. ولعل كل الأحرار في العالم يتبنون ما قاله أو جزءا مما قاله مما يتعلق بهذه الطروحات من أجل إصلاح معاش المواطنين وفكرهم وارتباطهم بأوطانهم وحقهم في الوجود الحر المستقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.